مصر ما حدش سعودي وانا اتكلم، سواء مستثمر او رجل اعمال او موظف او ايا كان، عنده شك انه مصر مش هتستقر. هذا ايمان نؤمن فيه، ندخلها بسلام امنين يعني. فهذه الله سبحانه وتعالى كان يوجه الانبياء عليهم السلام اللي تواجهوا مشكله اهبطوا مصر. فمصر احنا ما في يوم من الايام قلقنا كمستثمرين انه مصر لن تستقر، ولكن هي زوبعه موجوده. لكن متوقعين ان شاء الله انه في 2014، قبل منتصف 2014 بعد خريطه الطريق، اتوقع انه حتدخل استثمارات كبيره جدا لمصر. حوالي كم تقريبا؟ والله يا اخي انا اقول لك يعني اذا قلت لك مليار لا انا ما بقدرش، لانه تعرف هذه المستثمرين، انا ما بقدرش اقول مليار ولا بقدرش اقول 100 مليار. هي تعتمد على الفرص المتاحه في الزراعه، في فرص متاحه في الصناعه، في فرص متاحه في السياحه، في فرص متاحه، وكلها موجوده الان. وهي حتعتمد تكون 100 مليار اذا الجانب الحكومي المصري بدا يعي دوره. 100 مليار انا ما بعطيك اي رقم، اقول لك ممكن تكون مليار وممكن تكون 100 مليار يعني، فانت ما بتاخذ شيء رقم واحد. فانا اقول لك يعني هو وارد كله، لكن هو سامي الواحد وخذ ال100 يعني. لا 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 بجد، لكن هو يوصل ل100 لو من مليار ل100 بس لو التشريعات دي حصلت. عشان بس نكون يعني عشان نكون عمليين اكثر وناخذ اخبار جميله جدا لخدمه هالبلد، يعني لازم نتفق على هذا الكلام. احنا ما نبحث عن ارقام، نقول لك الان شيء واضح جدا، الاستثمار المناخ الاستثماري مناسب جدا في مصر. الفرص اللي موجودة في مصر، خليني أعد لك الإجابة، الفرص في مصر تتجاوز 100 مليار. أنا أتوقع أن السعوديين حيكون لهم نصيب الأسد في هذه 100 مليار. خلي تكون الإجابة دقيقة، أنه الاستثمارات والفرص اللي موجودة تتجاوز 100 مليار جنيه. أنا أقول لك يا فرص كثيرة جدا، لو جيت تحصيها أتوقع أنها حتجد هذه الأرقام، سواء في السياحة في الصناعة. فأعتقد أنه وزير النقل بس، أو هو وزير النقل كان وزير النقل، أي عرض في المنتدى ما شاء الله 5 مليار دولار مشروعات يعني في 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 لحظة واحدة. فأتوقع وقيس يعني، إحنا لو أخذنا كل وزارة وكل قطاع في 5، إحنا عندنا 38 ما شاء الله وزارة، كلها بطلعوا 150 مليار، مش 50 مليار أو 100 مليار. فالموضوع ما فيه أنه الفرص موجودة كاستثمارية موجودة في جمهورية مصر العربية، وأتوقع أن السعوديين سيكون لهم نصيب الأسد. ليه؟ لأن المناخ الاستثماري للمستثمر السعودي بالذات في جمهورية مصر العربية موجود وملائم. هذا المفيد. أتوقع أن وصلتك الإجابة. بس أنت قلت كلمة مهمة بس عاوزين نوضحها أكثر. بتقول حضرتك أن الاستثمار دوت كبر أو صغر يتوقف على وعي القطاع الحكومي في اتجاه المستثمر. هي اهم المشكلات اللي بتواجه فكره التشريعات بتاع الاستثمار الاستثمار نفسه. بس عشان اكون بس اكثر، عشان الاسئله انا شايفها بدات تزحم وبدات كلها تاتي من، خلينا مع الرجل الطيب ده نبدا وبعدين معاكم. انت قلت لي يعني ايش بتقول؟ انه حجم الاستثمار الفتره الجايه ممكن يكون مليار وممكن يكون 100 مليار، يتوقف على وعي القطاع الحكومي بدوره. هل افهم من كده انه القطاع الحكومي وعيه بدوره، هل ده معناه على مستوى التشريعات والقوانين ولا على اي مستوى بالضبط؟ انا حسألك سؤال، الحكومه ماذا يعني، انا حقلب لك السؤال وهو لا يصح. ماذا لدى الحكومه غير التشريعات والقوانين وطمأنه المستثمر؟ في حاجه ثانيه؟ ممكن يكون مثلا مشاكل في تطبيق القوانين، مش في القوانين نفسها. هي الاجراءات القانونيه دائما احنا نقول الاجراءات متى ما وضع لها الضوابط، متى ما وضع لها الضوابط والتشريعات القانونية أعتقد لن يكون هناك مشكلة. وأنا لامس هاليومين دي أن الجميع بدون استثناء لامس على أرض الواقع أنه في هناك نية من المستثمرين ونية من الحكومة أن يحلوا جميع المشاكل إذا وكان هناك مشاكل موجودة. يعني إحنا بنقول أن الحكومة بتضع العراقيل لا، هو ما القوانين نفسها في حد ذاتها فيها خلل، تكون هي فيها الخلل ده. طيب ليه ما يبقاش احنا عندنا الفرصة بقى دلوقتي واحنا بننتقل من مرحلة لسه مش واضحة المعالم لمرحلة دلوقتي بنهيئ فيها مناخ الاستثمار، ان احنا نعدل القوانين ونعيد صياغة التشريعات ونعمل على فتح ابواب جديدة للمبالغ والارقام اللي قلنا عليها. الحكومة نفسها بتقول ان احنا عندنا مشاكل يعني، بالظبط حاجة مشكلة مش معلومة، هي الحكومة نفسها
هي اللي بتقول ان احنا عندنا مشاكل ولازم نحلها في القطاع. والببلاوي قال قدام هي اول شيء خليني بس اقول لكم يعني احنا دائما عشان بس نكون عمليين اكثر حتى لا نظلم الحكومه ولا نظلم المستثمر ولا نظلم احد بامانه. هي ليست بمشاكل، هناك في اختلاف في الرؤى، يعني هو الشخص بينظر لها من ناحيه ولا الجهه الاخرى بتنظر لها من ناحيه، فبالتالي ظهرت لنا مشكله. يعني تلاقي مستثمر اتفق على عقود معينه وبدا في عمله، في نصف العمل وجد ان هناك تشريعات وقوانين صدرت، فبالتالي هذه التشريعات والقوانين التي صدرت لم تاخذ بالحسبان باثر رجعي. يعني ما يقول لك والله من تاريخ اليوم، يقول لك لا خلاص، يعني انت متقدم امس تجي بكره تتعامل في القانون الجديد. فهذه الان استوعبتها الحكومه بامانه يعني وتعمل على صيغه بقى البديل يعني. فالان هم الان حساس يوافقوا ويتوافقوا. انا اللي اكد لك وهذا يعني هذا اجابه لك انه هناك في رغبه من المستثمر ورغبه من الحكومه لتذليل جميع العقبات والمشاكل. هذا يجب ان يكون كلام واضح، هناك رغبه اكيده في يعني ما بين الجهتين انهم يوصلوا دائما لتوافق يرضي الحكومه ويرضي المستثمر، فبالتالي التوافق متى ما كانت الرغبه انتهى الموضوع. كيف حضرتك صفحات المساعد الوكيل لمجلس الاعمال بتاعكم بيقول ان حجم استثمارات في السعوديه 1.5 مليار دلوقتي، كنا عايزين توقعات الفتره اللي جايه ان شاء الله. هي ليه؟ واهم المليارات الاستثمار السعوديين. السؤال 2.5 مليار للوقت الراهن ولا اجمالي الاستثمارات في مصر؟ الاجمالي. الاجمال تجاوز 7 مليار. 7.2 تجاوز 7.2 مليار. دولار. نعم. دولار. ليس المال المصدر في الشركات وليس يعني حجم الاستثمارات السعوديه في مصر اعتقد انها الان هي الاولى، وصلت الى 7.2 مليار دولار. طب اهم المجالات المتوقعه تستثمر فيها؟ والله أنا إحنا رجال الأعمال اللي منتسبين في الجمعية ورجال الأعمال اللي موجودين مع الجمعية من جميع القطاعات، بنوك، صناعة، زراعة، سياحة، خدمات، الخدمات أقصد فيها اللي هي الطبية والصحية وإلى آخره، كل الخدمات كاملة. فكل الأعضاء اللي موجودين معنا كلهم يعملون في جميع المجالات. في الاتصالات عندنا مجموعة جيدة. ما أبرز التشريعات التي تنتظرونها من الحكومة والتي تتوقعون أن تصدر من الحكومة في الوقت المقبل؟ والله قد تكون لها مثيلات في بعض الدول أو في السعودية تحديدا. هو تحديدا يا باشا أقول لك يا بدون تحفظ، الجمعية تقدمت فيها بورقة رسمية وقبلت. نعم معلش. الجمعية ورجال الأعمال تقدموا بها بورقة رسمية لفخامة رئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولوزير الاستثمار، والصدى على الإجراءات اللي اتخذت هي مريحة للمستثمرين. قبلت؟ هي ليست قبلت ولكن هي الآن يعني قبلت عرضها، يعني إجراءاتها بدت يعني بدأ النقاش. هذا شيء جيد. هو أهم حاجة عندك أنت، حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، أنه هناك قانون اللي هو 897، هذا قانون الاستثمار وحوافز الاستثمار. هذا القانون يتعارض مع بعض القوانين الأخرى، فبالتالي الآن في يعني بالبلدي كذا شغل على قدم وساق أنه كل الأمور هذه تتوحد لتوحيد هذه التشريعات والقوانين. أقول لك يا يعني هو اللي تقدموا فيها. احنا شوف عشان بس اعطي لك حاجه مهمه جدا، احنا في الجمعيه لا نعمل للمستثمر السعودي فقط، احنا نعمل للمستثمر السعودي والمستثمر المصري. هذا واحد. اثنين، الجمعيه لما ترى انه هذا الموضوع يحتاج الى هذا فتستطلع الراي كمان من المستثمرين من الجنسيات الاخرى، حتى انه يكون فيها العمل موحد للوصول الى قرار يكون يرضي الجميع. لكن احنا تقدمنا والحكومه وفخامه الرئيس وعد بالتعديل في هذه الامور ودراستها. هذا هو المفيد. يعني احنا بالنسبه لنا لما يكون في، وقلت لك لمسنا انه هناك اجراءات على ارض الواقع، مطمئنه جدا للمستثمر. يعني انا اليوم يعني بتكلم من منطلق مسؤوليه كمستثمر ومطلق مسؤولية زميل للأخوان هنا في الجمعية، ويعني ومستثمر على المستوى الشخصي وعلى مستثمر الشركاء وعلى عضو في هذه الجمعية،
أؤكد لك إنه الاستثمار في مصر قادم، وإنه في طمأنة من الحكومة المصرية، طمأنة من الحكومة المصرية لهذا الموضوع. هناك قوانين وتشريعات الحكومة بتسعى لها حتى تطمئن المستثمر، والكلام ده قلنا قبل شوية. إن لم يحصل هذا الأمر، وإحنا أكدنا لك إياه، نأكد لك إياه، إنه هناك رغبة من المستثمر وهناك رغبة من الحكومة لمحل هذه الأزمة. أنا أستبعد سؤالك ده تماماً، أستبعده تماماً، لأنه في المرحلة دي ليس موجود. كل الأمور حتتحل، يعني أنت يمكن لو جيت تشوف من أهداف إنشاء هذه الجمعية أنها أول شيء توجه المستثمر للمكان الصحيح كيف يستثمر، وتقول له والله هنا في منطقة خطر، وفي هنا وفي أي مكان في العالم. لكن اللي أكده لك شيء واحد يجب أنك تعرفه تماما، أنه فيه نية ورغبة وتوافق لإنهاء جميع المشاكل. لكن مشكلة عمر أفندي، مشكلة طنط الكتان، هي في القضاء، وصدر فيها أحكام قضائية، هذا ما في شك. ومن حق المستثمر أن يلجأ إلى التحكيم الدولي أو يرجع للقضاء، يعني هذا حقه الشرعي. لكن الجيد في الأمر الحكومة متفهمة لهذا الأمر، وأعتقد أنه إن شاء الله نسعى جميعا إن شاء الله أنه يحل. يعني أنت متوقع أن يتم الحل بدون اللجوء للتحكيم الدولي؟ والله أنا لا أستطيع، لأني لست صاحب توقع. لست طرف توقع بالنسبة أنت لست طرف، بس وزير أسامة صالح وعد أنه يشوف حل وسط بالضبط يحفظ حق الحكومة في حق المستثمر. احنا في امكانيه احنا نؤكد كلام اسامه صالح، احنا ناكل معالي الوزير اسامه صالح نؤكد كلامه. هل يمكن ان تلعب الجميع دور الوسيط لحل مثل هذين المشكلتين؟ حل النزاعات بين الاستثمارات محدده، هل الجميع فعلا مسؤول؟ عشان افهم السؤال، يعني هل ممكن الجميع تقوم بدور وسيط بين هذين المستثمرين، بين المسؤولين والحكومه والمستثمر؟ بس في يا جماعه، يعني لما يجي السؤال فيه مس أندرستاندينج أو فيه لبس في الموضوع، أول شيء ليس هناك طرف عشان أنت تعمل معه وسيط. الحكومة ليست طرف في قضية عمر أفندي في طنطا الكتان، الحكومة ليست طرف. الطرف هو واحد جاء محامي ورفع قضية ودخل في العملية، ليست يعني أنت تروح وسيط. أنت لما تبغى تعمل وسيط تعمل بين طرفين. أنا عندي طرف واحد، الحكومة عاوزة تحل والمستثمر عاوز يحل، لكن هناك الطرف الآخر أصبح يعني ما له وجود. فأنا أعتذر عن أنه يكون يعني إذن النية موجودة والرغبة موجودة لضخ الاستثمارات، بس كل ده مرتبط بإن التعديلات تشريعية. على فكرة عاوزة تحرقين لنا قبل 29-12 كل حاجة. أنت يوم 29-12 إن شاء الله حتسمعين أخبار جيدة. أبو إياد أخونا أحمد محضر لكم مفاجآت ممتازة، وفي حاجات أنا صراحة لا يعني لا لا فأنت يعني لا لا احنا النهاردة بنتكلم على جزئية ان احنا يوم 29 هيبقى في تدشين، فأكيد في التدشين يعني عايزين نخبي حبة بدل يعني أبو صعفة جيت طلع لكم حاجات كتير يعني يعني أنا يا بنتي أنا يا بنتي وأخواني كذا أقول لكم، أأكد لكم حاجة واحدة ويجب أن كلنا نؤمن فيها يعني بأمانة، وأنا أقول الكلام ده رسمي، الرغبة موجودة، الرغبة موجودة، ومن أعلى مستوى إلى أقل مستوى في مصر وفي السعودية، وهذه حقيقة. الرغبة والقدرة. القدرة دي أكد عليها أحمد، الناس كلها عاوزة تشتغل في مصر. أنتم مش عارفين يعني بالنسبة، أنتم يمكن ما تدركون مصر بالنسبة للسعودية. لا ما أدري. ثقة يسبقها تاريخ. فالموضوع ما فيه إنه الناس كلها عاوزة تشتغل في مصر وبتحب مصر. إن شاء الله. على فكرة يعني القصة وما فيها إنه يعني ما تقلقوش في الحتة دي تماماً، وهناك يعني رجال الواحد يفتخر فيهم، من أبناء هذا البلد يفتخر فيهم، من أبناء هذا البلد رجال ونساء ويعملون كلهم يعملون لمصلحة هذه البلد. وعلى فكرة هناك من يعمل بدون مقابل، بدون مقابل مادي، يعطي من وقته ومن صحته ومن ماله، هذا الكلام رسمي أكده، إنه لمصلحة هذا البلد، ومصريين وهناك أخوان وأخوان في سعوديين. نعم، لكن اللي إحنا عاوزين إحنا يعني نفكر يعني برا الصندوق، وهذا دائما اللي أنا طالب فيه الناس، كل نفرق خارج الصندوق. إحنا عندنا الآن جمعية سعودية مصرية رجال أعمال، وعندنا مشاكل على الطاولة مع المستثمرين، وعندنا حكومة عاوز تحل، وعندنا الناس عندها عاوزة تضخ فلوس واستثمارات، ومطلوب إنه نتكلم عن 4 مليون إلى 5 مليون وظيفة عمل، ونتكلم من 5 إلى 8 مليون وحدة سكنية. هل الأمور دي تجي إنه نؤجج الأمور ونزيد الفرقة، أم إن إحنا نؤلف؟ فالمطلوب الآن إحنا هذه الجمعية من أهدافها اللي هي
إيجاد الفرص اللي موجودة في مصر الذي لا يراها المستثمر وتنقلها للمستثمر. قبل نقل المستثمر حتمر من خلال شباك الحكومة، تحفظ حقوق المستثمر وتحفظ حقوق الحكومة، فبالتالي الأمر سهل جدا. وأنا أقول لكم إياها إن شاء الله حيكون لنا لقاء بعد 3 أو 6 أشهر يا أحمد بيه، بعد 6 شهور حيكون لنا لقاء على طاولة مثل هذه الطاولة في مبنى إن شاء الله أكبر، وأنتم حتسألوا عن المشاريع. أنا اللي حسألكم في اللحظة ذيك، إيه رأيكم مشروع الفلاني رحتوا غطيتوه، المشروع اللي في المكان الفلاني غطيتوه، حجد أكثر منكم ما غطى. أنا أقول لكم يا بدون تحفظ، يجب أن نكون متفائلين تماما. الفترة الجاية هل كنية لتشين منطقة صناعية سعودية في مصر مثلا؟ هو حد عارض السؤال هذا؟ انا ححيله للاخ احمد. انا صراحه في بعض الامور استثماريه ما اعرفش، ما شفناش احنا في المنطقه الكلام ده ولا سمعنا. احنا عن نفسنا عايزينه، وبنعلن لستك ان احنا عايزين نعمل منطقه صناعيه مصريه، منطقه سعوديه استثماريه على غرار مناطق الدوله خصصتها. لا انت لو بتتكلم على السعوديه، ما في سي بي سي في السعوديه وفي الزامل السعوديه. انا بتكلم ان دلوقتي مفيش مناطق صناعيه بالحجم الكبير معروضه على مطور صناعي. حضرتك بتتكلم على مطور صناعي، بالعكس احنا عندنا اكتر من مستثمر بيطلب الكلام ده كله، بس لسه بقى مستنيين بعض التشريعات الصغيره اللي هي متهيالي برضو خدنا بيها وعد من اكتر من وزير ان هي ان شاء الله في طريقها. طب الطلبات بتاع المطور الصناعي في اي مناطق هيشتغلوا فيها؟ راغبين يشتغلوا في اي مناطق ولا دي حسب ما الدوله تخصص؟ يعني قصدي انا ممكن على حسب ما الدوله اسمح لي احمد، على حسب ما الدوله تخصص. انا هقول لك حاجه بس، عشان بس احنا ما نتكلمش الا حاجه نكون محسوبين عليها. في شيء يسمونه دراسه جدوى اقتصاديه، المستثمر لا يمشي الا وراء دراسه جدوى، والحكومه ما بتعطي ارض الا من يؤمن تنميه. انا هذه المعادله نحفظها. فلو كانت لو كانت هذه التنميه او هذه دراسه الجدوى في اي مكان حيروح وراء. انا بعرف لك مستثمرين سعوديين بيستثمروا في الزراعه على 1500 كيلو من القاهره في مناطق غير آهلة بالسكوش، بعد تشكى شرق العوينات. نعم، فأنت تتكلم عن مشاريع السعوديين هم أول من دخلها واشتغلوا فيها، لكن وجد له فرصة جدوى فيها. ممكن يشتغل في القاهرة، ممكن يشتغل في السويس، ممكن يشتغل في بورسعيد، ممكن يشتغل في في في, في جنوب مصر. فالأمور دي كلها يعني هي تحددة، لكن متى ما كان هناك رغبة من الحكومة أن يكون تنمية في هذا المنطقة وأن المستثمر ودرجت فيها في دراسة الجدوى، وهذه اللي الجمعية تلعب عليها الآن. الجمعية تحاول تجي تقول والله يا أخي عندنا إحنا كم محافظة، 27 محافظة في قاعدة الآن تجمع بيانات ومعلومات للفرص المتاحة. على فكرة الجمعية يمكن هذا يمكن أحيانا ما يبغوني أقول شيء، لكن أقول عندها اتصال عالي جدا مع المحافظات مباشر جدا، وقطعوا شوط في هذا في إيجاد الفرص، ومن ثم نقل هذه الفرص إلى المستثمرين. وهناك عندهم تعاون مع شركات دراسة جدوى على مستوى عالمي جدا. الجمعية الآن تكلف هذه الشركات، وهذه الشركات بتقوم بعمل الدراسات الجدوى وتوفر لها، وتقوم بعكسها كمان. يعني لما تجد فرصة جنسية الشركات دي مصرية وسعودية وفيها منها عالمي على طبعا، يعني في بعض الشركات منها ليها شركات دولية.